وإن كانت التطورات القضائية خطفت الأضواء من الساحة السياسية، إلا أن حراكاً شهدته ميرنا الشالوحي ودارة داليا وليد جنبلاط، حيث قالت معلومات الجديد أن لقاءاً عقد بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مساء الاثنين، استكمالاً للحوارات الثنائية التي تجريها الأطراف السياسية مع الحلفاء والخصوم، إلا أن كل هذه اللقاءات لم تصل إلى قواسم مشتركة لا على صعيد الرئاسة ولا على صعيد جلسات الضرورة الحكومية. مصادر التيار الوطني الحر والحزب الاشتراكي لا تنفي صحة الخبر ولا تؤكده. ليس على حد علمي أنه عقد لقاء امبارح مع الوزير جبران باسيل. طبعا المشاورات مستمرة مع كل الأطراف، ويعني الهدف الأساسي من حركة وليد جنبلاط هو محاولة إيجاد مخرج من الأزمة. ما في دوافع سياسية، الدوافع هي الأزمة الاقتصادية الاجتماعية، البؤس الذي يعيشه المواطن اللبناني. لا نقول أن الأمور سهلة، ولكن عم بيحاول وليد جنبلاط بكل ما أوتي من علاقات ومن خلاف ومن تجرد ومن إقصاء لكل الخلافات مع كل القوى السياسية أنه يوجد مساحة مشتركة لانتخاب رئيس الجمهورية. نحن النقاش الأساسي عم بيكون موقفنا واضح بموضوع الجلسات الحكومية. حتى اللحظة بموضوع رئيس الجمهورية ليس هناك نقاش فعليا جدي ممكن يكون لإنجاز الأمور بشكل سريع. وبعد لقاء حزب الله مع جنبلاط، كانت لافتة زيارة أبو فعور إلى المملكة العربية السعودية، فهل لدى جنبلاط أي مبادرة لتقريب وجهات النظر رئاسيا بين السعودية وحزب الله؟ المملكة يعني لديها سياستها الأكبر والأوسع، ولديها حسابات على مستوى المنطقة، ولا يعني لا تحتاج إلى يعني وسطات مع أحد، وبالتالي لا، ما كان هدف اللقاءات مع الاخوه السعوديين انه محاوله تقريب وجهات النظر مع احد. المملكه موقفها واضح بانه هي مستعده للعمل مع حكم في لبنان نزيه اصلاحي استقلالي معتدل، ووصول رئيس للجمهوريه يتمتع بهذه المواصفات وبنيه حكم تتمتع بهذه المواصفات. انا بعتقد انه هذا راي شخصي، تفتح ابواب العلاقه للمصالحه مع العالم العربي والمصالحه مع المجتمع الدولي. موقف العرب واضح جدا، العرب يريدون من لبنان خطوات، يريدون من لبنان وقف يعني الاعتداء على الدول العربيه باكثر شكل من الاشكال، وهذا امر بيفتح الباب لمصالحه لبنان مع الدول العربيه، وبعتقد هذا الامر صرنا كلنا عارفين بدون علاقه سويه مع الدول العربيه هناك صعوبه لبل استحاله في الانقاذ الاقتصادي والاجتماعي. هذا وعقدت كتلة اللقاء الديمقراطي اجتماعا في كليمونسو، وجرى البحث في مختلف الأوضاع السياسية والمستجدات الراهنة والاتصالات واللقاءات التي يجريها رئيس الحزب في محاولة لإيجاد ثغرة في ظل الواقع القائم. وتعليقا على النقاش الذي يشهد البلد أخيرا، شددت الكتلة على ضرورة تطبيق اللامركزية الإدارية التي أقرها اتفاق الطائف. أما ما نسمعه من طروحات كالفيدرالية واللامركزية المالية الموسعة، فهذا يأخذنا إلى مكان آخر ويعيدنا إلى زمن الانقسام الحاد، فيما المطلوب اليوم الإسراع في انتخاب الرئيس وتطبيق ما اتفق عليه في اتفاق الطائف بكل مندرجاته. وعن لقاء ميرنا الشالوحي بين حزب الله وباسيل، أكدت مصادر المجتمعين للجديد أنه لم يصل إلى أي نتيجة، وواجه حزب الله كل اتهامات باسيل بالأحداث والبراهين. وسأل خليل رئيس التيار أين أخل الحزب في موضوع الشراكة منذ تفاهم مارمخايل حتى اليوم. هذا وتقصد باسيل في آخر اللقاء أن يقول لخليل وصفا إنه كان ينتظر منهما أن يبلغاه قرار عدم مشاركة وزيري حزب الله في جلسات الحكومة وإن كانت تحت عنوان الضرورة، إلا أن حزب الله كان حاسما باستمرار مشاركة وزيريه في جلسات الحكومة، وقال لباسيل إن جمهوره لن يحمله المسؤولية تحت ذريعة حماية حقوق المسيحيين. أما حزب الله فستساق اتهامات ضده في حال امتنع عن تسيير شؤون المواطنين من كهرباء واستشفاء وقمح وغيرها. وفي الملف الرئاسي، بقي باسيل على أولوياته برفض ترشيح رئيس تيار المرد سليمان فرنجية، وطلب من حزب الله أن يختار اسما آخر للبحث في إمكان وصوله إلى قصر بعبدة. وسأل خليل باسيل عن اسم يرشحه، فلم يكن لديه أي اسم، متذرعا بأنه يريد مشروعا
لا شخصا، وهذا ما يؤكد أن حزب الله لن يتنازل عن خياراته الرئاسية ولن يكشف ظهره لرئيس يرضى عنه باسيل راهنا وينقلب عليه بعد حين. لارا؟